نادي احمد ايوه اعزائي الحضور ليك انشأ بجلدي يمشي. مرحبا احمد. لينا محمد كيفك؟ لينا سهلين. شو اخبارك؟ مع السلامة. الله يسلمك. شلونك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله بخير. تمام يا احمد. شو هلا وصلتوا؟ والله هي وصلتنا. الحمد لله على السلامة. هلا يا احمد. جبت لي اغراض قلت لك عنه؟ والله يا احمد وقفنا المصنع المتبوزين هنادي ما خلتنا نوقف لا دقيقة. شو يا ابو محمد شو قصتك؟ انا ما خليتك توقف؟ ما قلت لك بدي اجيب اغراض. معك حدا؟ ليه عم تقول له هيك؟ اي والله. معك حدا؟ اي والله. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. ميرسي. الله يسلمك. شو جاي تسوي؟ ما خصك. بدي اعرف مين فايت ومين طالع. ايه شو اسمك؟ اسمي هنادي سلوم. على عيني وراسي. هنادي سلوم. هنادي سلوم. والله يا انت هنادي مالك اسم. انا الي اسم بلا اسمي هنادي. انت الك اسم بس عندي مالك اسم. اه مش مؤيد على الدفتر. مو مؤيد على الدفتر. إيه ابو محمد نزل شوف الاستاذ فيصل. بعد احنا بنجيب الاخ على الباب هيك عم يعمل. نزل حالك اه. ايه ويعني وين المشكله اذا انا نزلت معه؟ ما بخليك. اه والله؟ ايه والله. جرد. ليك بدي اسألك سؤال. سؤالين معلش. انا بعرفكم هون انتوا كثير بتترحبوا بالضيف وكثير لذيذين، بس ما بفهم حضرتك ليش هيك عم تتصرف. انا لحد الان ما اسأت شيء. اكثر من هيك اساءة انه تحط لي على الباب وما تخليني افوت، شو بعد يعني شو بعد لك؟ شغلة كثير انت حتى حطك على الباب، اكبر منك حطيناه على الباب وقف. شو يعني كيف بتقيس الناس بالكبر وبالصغر حضرتك؟ هلا انت جاي تساوي هون؟ انت بشو مدعوة لهون؟ عندي شغل هون. ايه شغل على راسي. شو شغل بتعتيجي تقبل وتعطيني انت مصاري؟ ولا اذا قلعني يعني لا يهون عليك انت؟ لا طبعا. تعيط له ابو محمد يرجع زعبانه. ابو محمد زعب ولا هلا بدي ارجع زعبانه. ارجعي. عيط له. يعني كثير بتهمني اذا رجعتي ان شاء الله ترجعي على ما فرقة معي شو بهمك شو ما بهمك. عندك بسألك. ما لي علاقة بهالموضوع. ابو محمد اطلع بدي انزل. واستاذ فيصل بكره حيعاقبك. انو ساعة؟ يعني شو يعني؟ ما بعرف بس هنادي قالوا لي جيبها وجبتها. ايه شو قصدك يعني شو يعني؟ يعني مول مدموزيل هنادي. نعم. غير هيك شو في؟ ابو محمد. نعم استاذ. كنت على الله. شو مين؟ فهمني شو صفتها وقفت لي بنص ال شو شغلة؟ ما حضرتك مش المسؤول عن البرنامج، انت مش المخرج؟ انا المخرج بس مين حضرتك؟ بس عارفيني بس هنادي. انا اللي رح اقدم. في 7000 هنادي بالبلد. شو هنادي سلوم؟ هنادي سلوم غير هيك شو في؟ هنادي سلوم شو؟ ما بفهم عليك شو يعني شو شغلتها؟ شو شغلتها؟ استاذ انا رح اقدم هيدا البرنامج. شو اسمه هيدا البرنامج؟ ما بتعرف شو اسمه؟ انت بدك مش حضرتك مخرج هذا البرنامج؟ ايه انت بدك تقدمي البرنامج؟ ايه انا رح اقدم. كويس منيح. أيه. حضرتك المذيعة يعني؟ اي نعم. اهلا وسهلا فيك. عارفيني هيك مذيعة ما بعرف يعني انا متوتر وعنا مليون شغلة وشغلة اللي هنادي وابو محمد بيقول لي مدموزيل. أيه اهلا وسهلا فيك. تفضلي سريحي شوي. مش حضرتك بعت وراي؟ لك ليش بعتنا السيارة جابتك من بيروت و... ما هيك انا مو مشان الشغل؟ بوصل بعد ساعتين ونص مش عارفين مين انا؟ لكان اجيتي؟ ايه جيت. ماشي يلا. شو؟ شو بدنا نعمل هلا انا؟ شو بدك يعني اعمل؟ ليش يعني ليش متوترة انت؟ في شيء؟ الا شيء يكون متوترة. ليش متوترة؟ لأنه على الباب ما استقبلوني منيح. أول شيء ما كانوا بده يخلونا نفوت. اوف. نعم. وما بعرف إنه ما بعرف. ورائك مو نظامية؟ أي ورائك؟ ورائك أنت بدك تدخلي مو نظامية؟ مش على الحدود، عم بقول لك على الباب هون. على الباب هون؟ ايه. ايه الحق معهم لانه ما بيدخلوا من مكان الا يكون مسجل اسمه بالدفتر. ليه انا من مكان يعني؟ اسمك مسجل بالدفتر؟ لا ما كان مسجل. سجل. وليه ما كان مسجل؟ وهلا مسجل؟ بعتوا ورقه لبرا. دخلتي؟ نعم. خلص مش الحق. لو ما دخلت كيف انا هون؟ صحيح مزبوط. هلا بوقفي هون شو بدي اعمل؟ عم نشتغل هلا ليجي دورك بنادي لك. انا جاي صار لي ساعتين ونص من بيروت مش لاقي اوقف هون هيك. طيب عدي هني. وبعدين؟ عفوا بدي اسالك سؤال. ايه اسالني. انت ليش متوترة؟ ليه رجع بسالني ليش متوترة؟ مع انه هي شغلة التوتر شغلتنا نحن. يا عيني ليه ما عم تفهم علي عربي؟ انا جيت من بيروت لشوف الاستاذ فيصل، حضرتك الاستاذ فيصل. الحمد لله على السلامة أول شيء. ميرسي الله يسلمك. ايه طيب. حضرتك أول شيء بدك توطي صوتك، بدك توطي صوتك. صوتي جهوري. نحسن نتفاهم. هيك بحكي أنا. هيك بحكي. نحسن نتفاهم، هذا شغل إذا أول مرة بتتعاملي بالمهنة بهالطريقة هذا شيء ثاني. أول مرة؟
هي مش أول مرة بشتغل أنا، أول مرة بجي لعندكم عشان وعم نقول لك أهلا وسهلا فيكي بعيوننا. إيه بس شو بدك أعمل؟ حضرتك الأستاذ فيصل شي؟ أنتِ هلا شو بهمك شو بهمك؟ لحظة بس بدي أسألك سؤال. أنا باعت وراي الأستاذ فيصل، حضرتك طيب. الأستاذ فيصل، حضرتك المخرج تبع هذا البرنامج. أنا مخرج البرنامج، غيره شو بدك؟ طيب شو بدك يعني أعمل؟ إيش دورك؟ بدك توقفي على الدور. طيب بنطروا دوري. استني ليجي دورك. طيب بقعد يعني؟ انتظري. وبتعيط لي بس يجي دوري؟ أيوه. بس بليز ما تتأخر. لأنه مش قادرة أتحمل، أوكي؟ ممكن شوي؟ ممكن شوي؟ نعم. ممكن شوي بس أسألك سؤال؟ ليش متوترة؟ لا هلا لأنك عم تسأل رح أتوتر. ماني متوترة، إنه تضيقت على الطريق، جينا تعبانين ساعتين ونص، نوصل على الباب ما بيفتحوا لنا البوابة. مو هنادي؟ مو هنادي مزبوط؟ هنادي سلوم. هنادي سلوم. نعم. هنادي سلوم ليش متوترة؟ عن جد شو فيهم؟ ليش؟ هلا رح أفقد أعصابي. لا بدي أفهم ليش متوترة، ما في داعي. بدي أعرف شو لازم أنا لازم أكون متوتر، أنا لازم أكون متوتر قدامي كل هالشغل وهال وثلاث كاميرات والكاميرا عليك الرابعة شو فيها؟ أنا أنت جاي من بيروت متوترة؟ طب ما عم بفهم هلا أنا، أنت شو بدك مني؟ انت شو بدك مني؟ انا شو جبتوني لهون مشان تقدمي البرنامج هيك على اساس منيح. بدك تعمل بروفا معي وانا بصراحه يعني بقول لك بعدين. لا هلا بدك تقول لي مالي مرتاح. مش مرتاح مالي مرتاح. انا ببالي تكتيك وصار في تكتيك تاني. شو هو يعني؟ في ترتيب تاني. هي شغله ال على كل حال تفضلي سريحي 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 خيي شغلك شو سريحي انت بس نجهز لك الاوراق مشان التقديم معك المواد ادميه الفقره يا سيدي. تعال يا عزو. وينو عزو؟ حدين؟ تحسين؟ نعم. شو بنا عم ندور حوالي نفسنا صار لنا ساعة؟ انا عم بشتغل انت عادي شو بدك فيني؟ شو عادي يعني ما بدي اقعد بدي يا بدي اشتغل يا بدي فل روح ارتاح. في سلم اولويات يا هنادي. ايه ومين قبلي لازم يكون؟ ما بتعرفي؟ لا ما بعرف عفهم. معناها انت متوترة. شو بقلي متوترة؟ لازم ما تكوني هيك. لا ليك نشتغل نشتغل الله يرضى عليكي. ما هيك بدنا نبلش انا وياك. لا لا عفوا. ايه لا هيك بدنا نبلش انا وياك. ما بدنا نبلش شغلتي هي. انت كمان بدك تعلميني مهنتي وشغلتي انت بتسمعي. لا لا انا ما بتدخل بشغلتك بس اعمل معروف بس اعمل معروف. اتفضلي اعمل لي البروفا تبعيتي وخليني فل والا ما بقى بدي اشتغل بهالبرنامج. نط من فوق الاساطير. انك لهون ما بتعمل غير تروح توشوش وتجي وتمشي. انا ما بقى بدي اياها الشغل كله. انا تركت لك اياه هيدا البرنامج. دبر راسك ولا راضي وعمرك ما ترضى. ليش ليش افهم دي بس اسالك سؤال قبل ما تمشي قبل ما تمشي بس سؤال. شو السؤال؟ ليش متوتره؟ ما تقلي بقى حاجه ليش متوتره رح تهلكني فيها الكلمه. ليه متوتره ليه متوتره خي ما لك فيي ليش متوتره؟ ما في داعي للواسطه من سفر وجاي بدك تتوتري. ما لك علي خيي اسالي اياها بس ما بدها خلص. ليش متوتره؟ اعطيني اعطيني السيبه الثانيه هي لهون. خلص ابو محمد عمال ما يروح لحد السياره. انا المخرج لسه. فيصل 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 انا المخرج. انت مش استاذ فيصل؟ وصار لك ساعة بتحكي معي على أساس الأستاذ فيصل وأنت مش الأستاذ فيصل؟ أنا المخرج يعني. ليش مش الأستاذ فيصل هو المخرج كمان؟ كيف يعني؟ أنا مخرج الصالي هو مخرج البرنامج. مخرج الصالي؟ أيوة. وقت صار لك ساعة بتقاش تربي اللي خلقني؟ ليش ليش؟ أنت ليش معصبة؟ اسألي إياها يا أبو محمد. خيي أنا يعني خلص 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 حل عني سمر اللي خلقني. طيب على شو ليش معصبة؟ قلت الأستاذ فيصل.
هلا بدي احكي معه. عملتي لك شيء مشكله بالبيت لحتى إيه؟ انت معصبه ومتوتره. ما تحكي معي خيي، ما تحكي معي، ما بدي احكي معك. ليش انا عم وين الاستاذ فيصل؟ ليش انت عم تحكي معي؟ انا ما بدي احكي معك، والله شيء حلو انت عم تحكي معي وعم تساليني لا تحكي معي. لانه عم بسالك وين الاستاذ فيصل بس بتجاوب على هالسؤال. انا بعرف وين ابو محمد. بتعرف وين ابو محمد؟ ابو محمد راح ينادي الاستاذ فيصل. خلص من الكنترول جوا عم بيقطع. شو عم بيقطع؟ على الكاميرا. نعم هو المخرج. صحيح. عن جد استاذ فيصل جوا عم بيقطع على الكاميرات بالكنترول. ليش جوة. شو عم بتصوروا هلا اللي يقطع على الكاميرات؟ عم نصور. ايه يعني فيك تقولي شيء له علاقه بالكاميرا خفيه وحبينا نستقبلك استقبال يعني بطريقتنا.